الخنفساء العسكرية التركية جندي المهمات الدقيقة. إيكا تعد المساعدة الصغيرة لوحدات الجيش والتشكيلات الأمنية التركية في مناطق يصعب الوصول إليها مثل الكهوف والمناطق السكنية والمباني متعددة الطوابق والجبال والعمليات الميدانية الكبيرة. طورت الصناعة الدفاعية التركية 3 أنواع أولية من المركبة متناهية الصغر إيكا، والتي تتمتع بعقل صناعي ذكي يمكنها من أداء مهام حساسة والتغلب على العديد من العقبات. تم الانتهاء بنجاح من 3 نماذج منها بأوزان 1.3 و3.6 كيلوغرامات، ويجري تجهيزها للقيام بعمليات الاستطلاع والمراقبة ورسم الخرائط، وهي مزودة بكاشف دقيق للمواد الكيميائية والبيولوجية والنووية، وتستطيع العمل في جميع الظروف المناخية والجغرافية. وتتمتع الخنفساء الأرضية التركية غير المأهولة إيكا، والتي تقع في فئة الدرجة الخفيفة، بميزات الاستكشاف والرصد وإطلاق النار، وبإمكانها إجراء مسح إشعاعي للكشف عن الألغام وتأمين الطريق للقوات البرية، وجرى تزويدها بدعائم لصعود السلالم ورفع أحمال ثقيلة أيضا. وتستطيع العمل بطريقة مستقلة تماما أو شبه ذاتية من خلال التحكم عن بعد، وأطلق عليها إسماعيل ديمير رئيس هيئة صناعات الدفاع جوهرة القوات المسلحة، لما لها من دور كبير في توفير الاستقرار وسلامة العناصر قبل وأثناء العملية. وبحسب رئاسة صناعة الدفاع، فإن العد التنازلي قد بدأ لعملية الإنتاج الضخم لتزويد القوات المسلحة بها وتصديرها للخارج.